عرضها. للحديث عن كيفية صنع شلالات الشوكولاتة بأشكالها ينضم إلينا في الاستوديو المختص في عمل الشوكولاتة سامر القصير. أهلا بك سامر، صباح الخير. خلونا أول شيء نتكلم عن شلال حتى نشيله لأنه ما أخذ مكان على الطاولة. عمز العزول بنا. طيب سامر، الآن في البيت نقدر نعمل هذا الشلال؟ ممكن، في قياسات صغيرة تقريبا بتسعة كيلو صغير، هذا منزلي. خاصة حفلات الميلاد للأطفال بيحطوا المارشميلو وبنحط الفواكه، بيغطسوا بالشوكولا وبيقدموا للأطفال. بتعرف الشوكولا مرتبطة بالعشق والمرتبطة بال اسألني. طيب خلينا ناخذ فكرة عن الفندق. في أحجام زي ما احنا شايفين، أحجام صغيرة وأحجام كبيرة، كمان في فواكه بانواع مختلفه. ازاي يعني في الفتره الاخيره دايما بنروح على المحلات او المولات، بيكون في محلات مختصه للحلويات وخاصه الفندق. خليني احكي لك، انا للشوكولا قصه عمرها 2000 سنه للشوكولا، كل شيء له تاريخ. نحن نحب نتحدث. انت الان قاعد تتأرخ، قول. لا سريعا، يعني خلينا اول شيء بالنسبه للشوكولا، شوكولا هي منشأ امريكا الجنوبيه. غانا والإكوادور والدول والمكسيك والبرازيل نشأت من حوالي 2000 سنة. قبائل المايا كانت تستخدمها للشوكولا، اللي هي حبات الكاكاو تطحنها وتخلط مع البهارات، كانت مرة طعمتها المرة. نعم. حتى سموها شراب الآلهة. تقدمت العام 1520، الإسبان احتلوا أمريكا الجنوبية ونقلوا الشوكولا إلى أوروبا. خلال 100 سنة إسبانيا بقيت محتفظة بالشوكولا كسر، يعني خاصة بالشوكولا. كانت تقدم كانت تقدم باردة في أمريكا الجنوبية. الإسبان لم تعجبهم وجود البهارات مع الشوكولا، أدخلوا قصب السكر معه وطوروها. طورت عام 1876 لما انتشرت بأوروبا، بسويسرا أول من طور الشوكولا أضافوا إلى الحليب وتكونت، وبدأت من هون متعة الشوكولا وجمالية الشوكولا تنتشر بكل أنحاء أوروبا وكل أنحاء العالم. جميل. ومنها من ذلك الوقت بلشت تنتشر بكل أنحاء العالم. وبتعرف الشوكولا مرتبطة بالمتعة والسحر، وكبار وصغار. سامر، يعني الآن في البيت كيف من الممكن للأسرة أن تعد يعني كل هذه الجوانب؟ هلا هي في قوالب جاهزة، إذا بالبيت بدهم يجيبوا هي الشوكولا اللي بتشوفها بالبيت بتأكل، هي كلها عبارة عن داكن، وفي البيضة وفي بالحليب. لا هذا الحليب، خلينا نسوي رجيم فرانك للداكنة. هلا هي كانت مرتبطة بالتغليف، هلا صارت الشوكولا تطويرها. هلا ببداية هذا القرن بدأت العالم تستخدم الشوكولا بالكافي شوبات، مثلا مثل ما ملاحظين أدخلنا الشوكليت بول مثلا. بتحشيها هذه، في الفواكه، في صحيح. خلينا نخلص من الشلال. خلصنا منه ولا بعد؟ خلصين. يعني الشلال هو ممكن في قياسات متعدده حطه هناك. اذا لا تستخدمه في حاجه؟ لا هذا عباره عن لتقديمه مع بيتغطس بالشوكولا. يعني بس يعني اعطونا شوف شباب اذا سمحتوا. هذه يعني الان تماما بالشوكه. أيوة. كنا بنتكلم عن الرجيم من شوي. هذا قاعد نحرق سعرات حراريه. طيب الفندق في الداكنة، وملاحظة كمان انه في شوكولاتة البيضة السوداء، هي دخلت جديدة في الفترة الأخيرة. كان الأول دايما يعتمد على الشوكولاتة الداكنة أو العادية المغلفة، كانت المغلفة. أيوة صحيح. البيضة في إقبال عليها، في ناس بتحبها أكثر من الداكنة ولا لا؟ لا، أكثر شيء الشوكولا مع الحليب أكثر شيء مطلوبة، أكثر شيء اللي هي البنية، اللي هي هي الموجودة بالشلال أكثر شيء الأولاد بيعشقوا، الكبار والصغار البرشميلو تحديدا. انا ما شوك انه ما راح انا ما بدي انت شبعان منها. طيب انت في اطباق تانية ممكن تعرفنا عنها؟ كثير صار شغلات. هلا هي مثلا الكلير بينحشى، بينحط فيه الايس كريم بانواعه، ممكن نحط فيه فواكه مثل ما شايفين، الفريز، الانواع مختلفه. هي بتنحشى بعدين بنحط بنصب عليها الشوكولا. الان هذه محشيه، اذا بتحبوا مثلا هي. لا خلينا نتكلم اول شيء نعمل تجربه على هي. بتحبوا حنعمل تجربه صوص شوكولا عليها. اولا هذه محشيه بايش؟ هي بنحط فيها كاستر او ايس كريم، وبنصب عليها الشوكولا تتقدم. والكبيره ذات والكبيره نفس الشيء، ولكن هي فقط احجار. تماما. والشوكليت خلينا نعمل عليها التجربه.
انا خايفه اكل الصراحه. مش لا الشوكولاته هتندمج. جيب الصوص. الصوص الحار احمد اذا طيب. وهذه كلها التير هي تختلف الصوص من هلا في متعه نحن من بنقدمها بالمحلات. اي شخص بيتناولها لازم يتصور دائما انستغرام لازم يتصور انستغرام لانه فيها متعه فيها شيء جديد يعني انه طابه بالصوص عم تدوب مع متعه عشق الشوكولا مع الايس كريم والفواكه بتعطي احساس بالسعاده يعني فواكه بس فواكه بكل انواع الفواكه والايس كريم هو الاساس بنحط مع ال بنحط مع الكيك. حتى انه بعض المحلات قامت تستخدم اللي هو الثلج اللي بيحطوا فوقه ماي حتى يطلع صار علم من الشوكولا علم كامل من الشوكولا هي عمليه ترويج وايضا ما تكلمنا عن الايس كريم شوف الايس كريم شكرا جزيلا لك بارك الله شكرا يا سلام على وجودك شكرا كثير سلامات يلا